بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير من المجالس التي نعلق فيها على الرسالة التي كتبها الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في بيان أسباب مضاعفة ثواب الأعمال. وتقدم معنا في المجالس السابقة أنه ذكر خمسة أسباب كلية: الأول يرجع إلى العمل، والثاني يرجع إلى العامل، والثالث يرجع إلى الزمان، والرابع يرجع إلى المكان، والخامس يرجع إلى الأثر المتعدي. فهذه جماع أسباب تفاضل الأعمال. ثم لما ذكر الأسباب الكلية الإجمالية، ذكر أسباباً تفصيلية تدخل تحت هذه الأسباب الإجمالية، ووقفنا عند السبب الثامن، وهو قوله: ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب، كما وردت بذلك النصوص، ومنها شرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثة، ومنها شرف الزمان كصيام رمضان وعشر ذي الحجة ونحوها، والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها كالصلاة في آخر الليل وصيام الأيام الفاضلة ونحوها. وهذا كله راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول المكمل مع الإخلاص للأعمال المنمي لثوابها عند الله. نعم. السبب الثامن من الأسباب التفصيلية التي ذكرها الشيخ رحمه الله لتفاضل الأعمال وزيادة الثواب: الصدقة من الكسب الطيب. فإن الإنسان إذا أخرج مالاً لله سبحانه وتعالى دل ذلك على صدق عبادته لله عز وجل، ولهذا يسمى المال الذي ينفقه صدقة، وذلك يشمل الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، ويشمل أيضاً صدقة التطوع. فإذا فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الثواب ويعظم له الأجر. لكن هذا مشروط بشرط نبه له المصنف رحمه الله، وهو أن يكون المال الذي ينفقه مالاً طيباً، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. وبناء على هذا، فلو أن إنساناً أنفق مالاً أصله ربا، فإن الله عز وجل لا يقبله لأنه مال خبيث، أو أنفق مالاً مغصوباً كما لو غصب
مال زيد مثلا، ثم خاف من الله عز وجل وخشي العقوبة فأنفق هذا المال على عمرو، فإن الله عز وجل لا يقبل منه ذلك، لأن هذا المال ليس مالا طيبا. وكذلك لو سرق مالا أو اختلس مالا فأنفقه على غيره فإن الله عز وجل لا يقبل ذلك منه. وهذا السبب دل عليه أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا صريح في أن الله عز وجل يضاعف لمن أنفق في سبيله الثواب. وهذه المضاعفة تكون بحسب مشيئته عز وجل، فقد يضاعف لشخص من الثواب إذا أنفق من كسب طيب ما لا يضاعفه لشخص آخر أنفق أيضاً من كسب طيب. وسبب هذه المضاعفة هي ما يكون في قلب العبد من الإخلاص لله عز وجل والإقبال عليه والاعتراف بأن هذا المال هو مال الله عز وجل سلطه على نفقته، فكلما كان ما في القلب لا أكمل إقبالاً على الله وإخلاصاً له ورغبةً فيما عنده من الثواب فإن الله عز وجل يضاعف للعبد ذلك. والناس يتفاضلون بحسب تفاضل ما في قلوبهم، الناس يتفاضلون بحسب تفاضل ما في القلوب، والله يختص برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضاً على هذا قوله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا، ماذا قال بعدها؟ ويربي الصدقات، يعني يزيد الصدقات أي يزيد ثوابها بخلاف الربا. وهذا أمر عجيب، فإن الناس قد ينظرون إلى الربا على أنه زيادة، أليس كذلك؟ وأن النفقة من المال على وجه الصدقة أنه نقص، لكن الله عز وجل يجازي صاحب الربا بمحق المال وإتلافه بالكلية، ويجازي من أنفق ماله لله سبحانه وتعالى بزيادة المال. وهذه الزيادة التي يربيها الله عز وجل قد تكون زيادة حسية وقد تكون زيادة معنوية، بأن يبارك الله سبحانه وتعالى في المال. وإذا بارك الله عز وجل في المال فإن الإنسان ينتفع به نفعاً عظيماً. فقد يكون عند شخص مال معين ويكون عند غيره مال بقدره، لكن أحد المالين يباركه الله عز وجل فينتفع به صاحبه نفعاً كثيراً، والبركة يؤتيها الله عز وجل، فإنه يبارك الأشياء ويختص بفضله وكرمه من يشاء. ويقول سبحانه وتعالى في هذا المعنى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذا فيه القيد، فيه قيد عظيم، وهو أن الإنسان يريد بالزكاة
والمال الذي ينفقه وجه الله عز وجل، فإذا قصد به وجه الله فإن الله يضعف ثوابه ويربيه ويزيده. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه. والله عز وجل له يمين تليق بجلاله سبحانه وتعالى، نثبت ذلك كما أثبته الله عز وجل، لكننا لا نعلم كيفية ذلك، لأننا لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فالله له يمين، فيتقبلها الله بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو ولد الفرس، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا أمر عظيم، تمرة واحدة ينفقها الإنسان من كسب طيب يربيها الله سبحانه وتعالى حتى تكون هذه التمرة مثل الجبل، وهذا فضل عظيم واسع. وهذا الفضل مما تقدم مقيد بقيدين: القيد الأول أن يريد الإنسان بالنفقة وجه الله سبحانه وتعالى، والقيد الثاني أن يكون هذا المال المنفق من كسب طيب. وبناء على هذا فإن الإنسان إذا أنفق مالاً مراءة للناس فإنه لا يتقبل منه، بل يكون عقوبة عليه، يكون سبباً من أسباب العقاب، لأن من أحب شيئاً دون الله عز وجل جعله الله عز وجل سبباً من أسباب العقاب له، كما نص على ذلك لابن القيم وغيره من أهل العلم. ولو أن إنساناً أنفق بنية طيبة يريد الثواب، لكن كانت نفقته من مال خبيث، فإن الله لا يقبل منه ولو كان المال الذي أنفقه مثل الجبل، فإنه يرد على صاحبه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى منه. السبب التاسع الذي ذكره المصنف رحمه الله: شرف الزمان، فإن الله عز وجل يختار من الأزمنة ما يشاء، لأنه سبحانه وتعالى له الخيرة، فيختار من الأشخاص ويختار من الأزمنة ويختار من الأمكنة ويختار من غير ذلك مما يشاء سبحانه وتعالى. فقد يختار بعض الأوقات، وقد هنا للتحقيق يختار بعض الأوقات ويفضلها على غيرها من الأوقات الأخرى، ويضاعف الثواب فيها، لأن مقتضى تفضيل هذه الأزمنة على غيرها أن الثواب فيها يكون أعظم من الثواب في غيرها من الأزمنة. ومن هذه الأزمنة شهر رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى اختصه وجعل فيه من الثواب العظيم والأجور الكثيرة والبركة والخير ما ليس في غيره من الشهور، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فامتن على عباده بهذه المنة، وهي إنزال القرآن فيه، مما يدل على أنه شهر مفضل عند الله سبحانه وتعالى.
ويدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدلك على أن الفضل والثواب في شهر رمضان أعظم منه في غيره من الأشهر، وإنما اختصه الله عز وجل بهذا الثواب العظيم لأنه شهر الصبر، والله عز وجل يوفي الصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبناء على هذا، لو أن إنسانا صلى صلاة تطوع في شهر رمضان وصلى صلاة تطوع في غيره من الأشهر، فإن الثواب الذي يكون لصلاة التطوع في شهر رمضان يكون أعظم عند الله، وكذا لو أنه تصدق أو قرأ القرآن أو عمل أي طاعة من الطاعات في شهر رمضان فإن ثوابها يكون أعظم من ثواب من ثوابها في غير شهر رمضان من بقية الأشهر. ومن الأزمنة الفاضلة أيام عشر ذي الحجة، فإن الله سبحانه وتعالى فضلها وعظم ثوابها، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ولم يخرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدلك على فضل هذه الأيام وأن الله سبحانه وتعالى اختارها. ومن الأوقات الفاضلة التي يضاعف فيها الثواب أوقات الحاجات، فالإنسان إذا تصدق بمال في زمان حاجة يكون ثواب هذه النفقة أعظم، وقد نص على هذا الفقهاء رحمهم الله. ويدل على هذا أن عثمان رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا لا أبدا، لأن النفقة كانت في زمان حاجة، فلهذا وقعت موقعها وكان ثوابها أعظم مما لو أنفق المال نفسه في زمان ليس زمان حاجة. السبب العاشر شرف المكان، فإن الله سبحانه وتعالى كما اختار بعض الأزمنة اختار بعض الأمكنة وفضلها على غيرها، والله عز وجل يختص برحمته لما يشاء من الأشخاص ومن الأمكنة ومن الأزمنة ومن غير ذلك. ومن الأماكن التي فضلها الله سبحانه وتعالى المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن الصلاة فيها أعظم من الصلاة في غيرها. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من صلاة في غيره من المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام. فهذا يدلك على أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في غيره من المساجد بهذا المقدار، وهو ألف صلاة. فإذا صلى ركعتين
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين في مسجد آخر غير المسجد الحرام وغير المسجد الحرام فإن صلاة هاتين الركعتين تعدل 1000 صلاة فيثاب عليها ثواب 1000 صلاة وهذا كرم واسع من الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة وصلاة في مسجد في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة مما يدلك على عظيم هذا الفضل وأن هذا المكان مكان مبارك يعظم الله سبحانه وتعالى فيه الثواب. وهذا الفضل يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة فيدخل في ذلك الصلوات المفروضة ويدخل فيه أيضا الصلوات يدخل في ذلك أيضا صلوات التطوع. وهذه العبادة واردة في الحديث في الصلاة. أما غيرها من العبادات كالصيام والصدقة وقراءة القرآن فهل تضعف هذا التضعيف؟ فمن قرأ القرآن مثلاً في المسجد الحرام يكون ثوابه 100,000 قراءة وهكذا في الصدقة لو تصدق بصدقة في المسجد الحرام يكون ثوابه 100,000 صدقة والجواب على ذلك أن الحديث وارد في الصلاة. وأما العبادات الأخرى فلها فضل عظيم وثوابها كبير في هذا المكان المبارك لأن من بركته أن الله عز وجل يضاعف فيه الثواب. لكن المقادير الثواب إذا لم يرد فيها دليل من القرآن أو من السنة فإنه ليس لنا أن نخوض في ذلك بعقولنا وأقيستنا لأن الثواب مبني على ماذا؟ مبني على التوقيف. فإذا ورد النص تبعناه، إذا قال النص إن الثواب بهذا المقدار قلنا هو كذلك، وإذا لم يرد النص بذلك فإننا نتوقف حتى يرد النص بذلك. وهذا الثواب في المسجد الحرام هل يختص بالمسجد أو أنه يشمل سائر الحرم؟ هل يختص بالمسجد الحرام أو أنه يتسع فيشمل سائر حدود الحرم؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، والذي يظهر والعلم عند الله أن الثواب يشمل جميع حدود الحرم ولا يختص بالمسجد الحرام، وإن كانت الصلاة في المسجد الحرام أفضل بلا شك من الصلاة في غيره من حدود الحرم، لكن الثواب وهو 100,000 صلاة لا يختص بالمسجد الحرام. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهم لا يجوز لهم باتفاق العلماء أن يقربوا حدود الحرم، فوصف حدود الحرم بأنها ماذا؟ وصفها بأنها مسجد، فيدل ذلك على أنها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة.
وظاهر عبارة الشيخ أن هذا الثواب نعم وظاهر صريح عبارة الشيخ أن الثواب والتضعيف يعم جميع العبادات وهو كذلك، فإن العبادة في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تضعف، لكن التحديد إنما ورد في أي شيء؟ ورد في الصلاة على وجه الخصوص. وأما المسجد الأقصى فجاء في حديث ضعفه بعض أهل العلم أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة على النصف من ثواب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث كما قلت ضعفه بعض العلماء. وهناك حديث ورد في مستدرك الحاكم صححه بعض أهل العلم كالذهبي وغيره من أهل العلم بالحديث أن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى، فيدل هذا على أن الصلاة في المسجد الأقصى تضعف إلى كم؟ إلى 250 صلاة. هذا الحديث كما قلت صححه جماعة من أهل العلم، وإن كان المشتهر بين الناس هو ما يدل عليه الحديث الأول، وهو أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. قال رحمه الله: وشرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثة. ولاحظ أنه قال العبادة لم يقل الصلاة، فالعبادات تضعف في المساجد الثلاثة، والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها كالصلاة في آخر الليل. فالصلاة في آخر الليل وهي صلاة التطوع أفضل منها في أول الليل وفي وسطه وفي النهار، وكذلك صيام الأيام الفاضلة كالأيام البيض ويوم الاثنين والخميس ويوم عاشوراء ويوم عرفة ونحوها من الأيام التي فضلها الله سبحانه وتعالى. ثم نبه الشيخ هنا إلى تنبيه مهم، وهو أن تحري الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة مبني على الاتباع، فلا يحكم بأن هذا الزمان زمان فاضل إلا إذا دل عليه الدليل، ولا يحكم بأن هذا المكان مكان فاضل إلا إذا دل عليه الدليل، ولا يجوز للناس أن يحدثوا تفضيل زمان أو مكان باجتهاداتهم وعقولهم وأذواقهم ونحو ذلك من الأسباب، لأن تفضيل الأمكنة والأزمنة يدور مع الدليل، فما دل الدليل على فضله فهو كذلك، وما لم يدل الدليل على فضله فإنه يكون كغيره من الأزمنة والأمكنة. وهذا التنبيه ذكره في قوله: وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم المكمل مع الإخلاص للأعمال المنمي لثوابها عند الله. يعني هذا التفضيل راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم المكمل، هذا صفة للتحقيق، يعني التحقيق المكمل مع الإخلاص لله المنمي لثوابها عند الله عز وجل. والمتابعة في العبادات نوعان: النوع الأول متابعة في أصل مشروعية العمل، متابعة في أصل مشروعية العمل، وهذه متابعة واجبة
لا يصح العمل بدونها، فلا يجوز للإنسان أن يحدث عملاً لم يدل عليه الدليل. النوع الثاني المتابعة في كمال العمل، وهي أن يقع العمل على السنة، أي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الإنسان بالعمل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان. وهذا هو الذي يتفاضل فيه الناس، فكلما كان الإنسان أكثر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون أكثر ثواباً وأعظم أجراً. نعم. السبب الحادي عشر، قال رحمه الله: ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية، فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة، وأمثلة هذا كثيرة جدا، ولكن هذا ضابطها. هذا السبب الحادي عشر، وهو مضاعفة ثواب الأعمال إذا جاء بها العبد مع وجود المعارضات النفسية أو المعارضات الخارجية. وهذا السبب راجع إلى أي شيء من الأسباب الإجمالية؟ راجع إلى العامل، راجع إلى العامل. فالإنسان قد يريد أن يأتي بعمل لكن يقوم عنده معارضات إما داخلية وإما خارجية، معارضات داخلية وهي المعارضات النفسية كالهوى وحب الدعة والراحة ونحو ذلك، فقد يريد أن يأتي بالحج مثلاً فيشعر أن هذا العمل يحتاج إلى سفر أو نفقة أو نحو ذلك، فإذا جاهد نفسه على تجاوز هذه العقبة النفسية وجاء بالعمل فإن ثوابه يعظم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك المعارضات الخارجية، لأن هناك أسباباً خارجية قد تصد الإنسان عن العمل كوسوسة الشيطان للإنسان وتسويفه له ونحو ذلك من الأسباب الخارجية، فإذا تجاوزها الإنسان وجاء بالعمل فإن ثوابه يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على أحد أقربائه وهو مصطح ابن أثاثة، فلما خاض المنافقون ومن وافقهم في قصة الإفك في عرض عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه كان ممن خاض معهم المصطح رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يمنع عنه النفقة التي كان ينفقها عليه لهذا السبب، لكن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ماذا قال بعدها؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، أحب أن يغفر الله لي. ثم واصل نفقته عليه، فهذه النفقة كانت مع وجود ماذا؟ مع وجود المعارضة، وهي معارضة نفسية أو معارضة خارجية؟
هذه معارضة خارجية، لأنها من فعل مصطح رضي الله عنهما. والمعارضات سواء أكانت نفسية داخلية أم كانت خارجية كثيرة جدا لا تكاد تنحصر. وقد ذكر الشيخ الضابط لها فقال: فكلما كانت المعارضات أقوى والداعي للترك أكثر كان العمل أكمل، كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة. فهذا هو الضابط. فكلما كانت الدواعي، كلما كانت الأسباب التي تدعو الإنسان لترك العمل أكثر، ومع ذلك جاهد نفسه على الإتيان بالعمل، فإن ثوابه يكون أعظم. ولهذا الإنسان قد يريد أن يقوم للصلاة مثلاً كصلاة الفجر وهو نائم، لكن تأتيه معارضة نفسية وهي حب الراحة والدعة، فإذا جاهد نفسه على ذلك فإن ثوابه يكون أعظم عند الله عز وجل. وكذلك قد يرغب في طلب العلم لكنه يجد ما يعانيه طلاب العلم من المشقة الكبيرة، فهم يحتاجون إلى أن يجلسوا في مجالس العلم ويصبروا أنفسهم على ذلك، وأن يحفظوا العلم وأن يراجعوه وأن يدارسوه. فإذا استشعر هذه الأعمال وجاهد نفسه على طلب العلم فإن ثوابه يكون أعظم وأجره يكون أكثر عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقس، قال: وأمثلة هذا كثيرة جدا، يعني أمثلة المعارضات كثيرة جدا، ولكن هذا ضابطها، وهو الضابط الذي تقدم أنه كلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة إذا جاء به العبد. وهذا فيه تنبيه من الشيخ رحمه الله إلى أهمية العناية بالضوابط، لأنها تجمع مسائل العلم في سلك واحد. فإذا عرف طالب العلم الضابط فإنه يسهل عليه أن يدخل تحته ما لا ينحصر من المسائل، لأن المسائل كثيرة ويصعب حفظها. ولهذا العلماء كان لهم عناية عظيمة ببيان الضوابط والقواعد، سواء كان ذلك في مسائل العلم أم كان ذلك في مسائل العمل، لأنها تعين على فهم مسائل العلم وتصورها وسرعة استحضارها. وهذه فائدة مهمة للضوابط. ومن فوائد الضوابط والقواعد الشرعية أنها تمنع طالب العلم من الوقوع في الاضطراب والاختلال في الفهم، لأنه إذا كان عنده ضوابط وقواعد علمية يكون علمه متسقاً، فلا يخبط خبط عشواء يذهب مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، لأن عنده قاعدة منضبطة، بخلاف من ليس له عناية بالضوابط والقواعد فإنه قد يقول في مسألة بأنها حلال ويقول في مسألة أخرى من جنسها بأنها حرام، لأنه ليس عنده ميزان يزن به هذه المسائل. السبب الحادي عشر. نعم. قال رحمه الله: ومن أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. ولهذا ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها،
فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتي بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة، إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة. ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة قلبه وطمأنينته، وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل. فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار، وبالله التوفيق. نعم. السبب الثاني عشر وهو من الأسباب المهمة الاجتهاد في تحقيق ثلاثة أمور. الأمر الأول تحقيق مقام الإحسان، والإحسان تقدم معنا تعريفه، وهو أن يأتي الإنسان بالعمل خالصا لله سبحانه وتعالى على الصفة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في جانب الفعل. وفي جانب الترك أن يترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكان ذلك على وجه التحريم أم كان على وجه التنزيه، فهذا مقام الإحسان. ومن أعظم مراتب الإحسان كما تقدم معنا أن يبلغ الإنسان رتبة، وهي أن يأتي بالعمل يستشعر أنه يرى الله سبحانه وتعالى. فإن لم يستطع أن يبلغ هذه الرتبة فإنه يستشعر أن الله عز وجل ينظر له ومطلع عليه، كما جاء هذا في حديث جبريل. والمقام في قوله مقام الإحسان معناه الحال الراسخة، وهي كانت راسخة لأنها مقام، والشيء المقيم هو الشيء الثابت. فيجتهد في تحقيق مقام الإحسان وهو الأمر الأول، ويجتهد في تحقيق المراقبة في العمل، بأن يستشعر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من أمره قل أو كثر. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فكيف إذا لم يكونوا مستغشين ثيابهم؟ فإن هذا يكون من باب أولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالله سبحانه وتعالى يرى كل ما يصدر من العبد من الأقوال والأفعال والتروك والعقائد، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء منها. الأمر الثالث حضور القلب في العمل، بأن يأتي الإنسان بالعمل وقلبه حاضر. أما إذا كان منشغل القلب لاهياً قلبه فإنه لا يحصل هذه المرتبة، ولا يدرك الثواب الذي يترتب على الإتيان بالعمل. فإذا حقق الإنسان هذه الأمور الثلاثة، وهي الإحسان في العمل ومراقبة الله وحضور القلب في أثناء العمل، فإن عمله يضاعف ولا يكون ثوابه كثواب من عنده نقص في هذه الأمور. وكلما كان الإنسان أكثر اجتهاداً في تحقيق هذه الأمور الثلاثة كلما كان أكثر ثواباً عند الله وأعظم أجراً. ولهذا قال الشيخ: فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر.
والإحسان هو لب الإيمان، الإحسان لب الإيمان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وهو ثلاثة أنواع، الإحسان ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحسان في القصد، بأن يأتي الإنسان بالعمل يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الإحسان في صورة العمل، الإحسان في صورة العمل، بأن يأتي الإنسان به على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث أن يكون العمل هو وظيفة الوقت، أن يكون العمل وظيفة الوقت، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل وقت من الأوقات عملاً يناسبه، فالسجود مثلاً العمل الذي يناسبه هو تسبيح الله ودعاؤه، والركوع العمل الذي يناسبه تسبيح الله وتعظيمه، والقيام العمل الذي يناسبه هو قراءة القرآن. فلو جاء بقراءة القرآن في السجود أو في الركوع فإنه لم يأتي، فإن العمل هنا ليس في الوقت أو في المكان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وكذلك أثناء سماع الأذان وظيفة الوقت هنا أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن، فلو قرأ القرآن فقد جاء بعمل صالح، أليس كذلك؟ لكن هذا ليس وظيفة الوقت. وظيفة الوقت هنا أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن. ومعرفة وظيفة الوقت تحتاج إلى فقه من الإنسان وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فيختار لكل وقت ما يناسبه من الأعمال. فهذه ثلاثة أنواع للإحسان، وهي الإحسان في القصد، والإحسان في صورة العمل، والإحسان في أن يكون العمل هو وظيفة الوقت. والعبد إذا أحسن في العمل فإن الله عز وجل يجازيه بالإحسان، كما قال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا جزاء للإحسان إلا الإحسان. الإحسان الأول ممن؟ من العبد. والإحسان الثاني ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فجزاء الإحسان من العبد الإحسان من الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. يقول: فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. ولهذا ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، يعني ليس لك من ثواب صلاتك. قوله من صلاتك يعني من ثواب صلاتك، إلا ما عقلت منها يعني إلا بقدر ما عقلت منها، أي فهمت منها. وهذا الحديث معناه صحيح، كما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فرتب الله سبحانه وتعالى الفلاح على هذا العمل، وهو الخشوع في الصلاة، وأكد ذلك بحرف قد الدالة على التحقيق. ومن العجيب أن الله سبحانه وتعالى في أول سورة المؤمنون لأثبت الفلاح للمؤمنين، فقال: قد أفلح المؤمنون.
وفي آخر آية في السورة ماذا قال؟ إنه لا يفلح، ها؟ آخر آية في سورة المؤمنون إنه لا يفلح الكافرون، فنفى الفلاح عن الكافرين، وفي أول السورة أثبت الفلاح للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى رتب الفلاح على الخشوع في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا الحكم معلل بعلة، وهي أنه لم يطمئن في صلاته، فقال لم تصلي لأنه لم يطمئن في الصلاة. وأما اللفظ الذي ذكره الشيخ وهو ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فضعفه جماعة من أهل العلم، وقال الحافظ العراقي لم أجده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، والعلماء مجمعون على هذا المعنى. حكى بعض العلماء الإجماع على أن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. قال فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة، إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب، يعني يكون بحسب حضور القلب في العبادة. وهذا ليس خاصا بالصلاة، بل يشمل سائر العبادات كالزكاة والصيام وقراءة القرآن والحج والدعاء وغير ذلك من العبادات. فكلما كان الإنسان أكمل في هذه المقامات الثلاثة المتقدمة كلما كان ثوابه أكمل وأجره أعظم. ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد. هذا سبب آخر، وهو السبب الثالث عشر، وهو حضور القلب في العمل، والأثر الحسن الذي يترتب على الإنسان بسبب حضور قلبه في العبادة. لأن الإنسان إذا جاء بالعبادة وقلبه حاضر فإن ذلك يؤثر على الإنسان، أليس كذلك؟ يؤثر على إيمانه وزيادته وخشوعه لله سبحانه وتعالى، ويؤثر على سلوكه وعلى ألفاظه. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي الصلاة التي يأتي الإنسان فيها بقلب حاضر، فيكون لها أثر على العبد. فهذا سبب آخر، وهو أثر عن السبب الذي قبله، ناتج عن السبب الذي قبله. يقول ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة قلبه وطمأنينته وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل. فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار. وهذا كلام عظيم، فإن العمل كلما جاء به الإنسان على وجه الكمال والإقبال على الله والخشوع له سبحانه وتعالى، كلما كان أثره على العبد أكمل. وبالعكس، فكلما قل خشوع العبد وإقباله في العبادة كلما قل أثره عليه، والناس يتفاضلون في ذلك بحسب حضور قلوبهم في العبادات وخشوعهم لله سبحانه وتعالى. السبب قبل الأخير. نعم.
قال رحمه الله: ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سبباً لمضاعفة الثواب، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، كما أن إعلانها قد يكون سبباً للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء، وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره. نعم، السبب الرابع عشر من أسباب مضاعفة الثواب إسرار العمل، والسبب الخامس عشر إظهار العمل، وهذا أمر لطيف كما يقول الشيخ رحمه الله، هذا أمر لطيف. ووجه اللطافة أن هذين العملين عملان متضادان، أحدهما إسرار والآخر إظهار، ومع كونهما متضادين إلا أنهما كانا سبباً لزيادة الثواب ومضاعفة الأجر. فالإسرار بالعمل في بعض الأحوال قد يكون ثوابه أفضل، وإظهار العمل في بعض الأحوال قد يكون ثوابه أفضل. والمدار في هذا على أي شيء؟ على المصلحة المترتبة على العمل. والأصل في العمل أن الإنسان يسره ويخفيه إلا إذا كان يترتب على إظهاره مصلحة، كما قال سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأحياناً يكون الإسرار العمل أفضل وثوابه أكثر بحسب المصلحة المترتبة على هذا، وأحياناً يكون إظهاره أفضل بحسب المصلحة المترتبة على هذا، لأن الإنسان أحياناً قد يتصدق بصدقة فيراه غيره فيفعل مثله، فيكون الإظهار هنا أفضل، أو الإسرار يكون الإظهار هنا لا أفضل. والمدار على هذا هو المصلحة. يقول رحمه الله: ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سبباً لمضاعفة الثواب، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل، لفظ الحديث على الحكاية: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. فهذان الرجلان أسر العمل، فالأول أسر العمل حتى لأن شماله لا تعلم ما أنفقت يمينه، أي لو كان لها علم فإنها لا تعلم. والثاني ذكر الله خالياً ففاضت عيناه بسبب تعظيمه لله سبحانه وتعالى وخوفه منه. وهؤلاء السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى ورد ذكرهم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونظمهم بعض العلماء وهو ابن أبي شامة المقدسي الشافعي، فقال: وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله العظيم بفضله: محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك، مصل، والإمام بعدله. وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله العظيم بفضله: محب، محب يعني رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، عفيف
رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ناشئ هو شاب نشأ في طاعة الله. متصدق رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وباك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مصل رجل قلبه معلق بالمساجد. والإمام بعدله هو إمام عادل. فهؤلاء السبعة يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء السبعة بينهم جامع يربطهم. ما هو هذا الجامع الذي يشترك فيه هؤلاء السبعة؟ نعم أحسنتم، هو قوة الباعث على المعصية، ومع ذلك فإنهم يمتنعون عنها، وهذا في أغلبهم. فالشاب مثلا الباعث للمعصية قوي، أليس كذلك؟ ومع ذلك فإنه ينشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. والمتصدق الباعث لمنع الصدقة قوي، لأن النفس قد يكون فيها شح وحبها للمال شديد، ومع ذلك يتصدق ويخلص لله سبحانه وتعالى. وهكذا، فالباعث للمعصية قوي، وأيضا يجمعهم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالرجلان المتحابان تحابا في أي شيء؟ تحابا في ذات الله سبحانه وتعالى. يقول: كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء. قال: وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره. وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء، وهي أن الأعمال فيها أعمال فاضلة وفيها أعمال مفضولة، وأحياناً قد يكون العمل المفضول أفضل في هذه الحال من العمل الفاضل. فأفضليته هل هي أفضلية مطلقة أو أفضلية مقيدة؟ أفضليته أفضلية مقيدة. ومن أمثلة ذلك لأن القرآن أفضل من التسبيح والتكبير، أليس كذلك؟ لأن القرآن كلام الله، لكنه في السجود الأفضل ماذا؟ الأفضل التسبيح. فعرض للتسبيح في هذه الحال ما جعله أفضل من قراءة القرآن. فالتفضيل هنا للفعل التسبيح. وأيضا من الأمثلة عند سماع الأذان مثلا، الأفضل للإنسان أن يقول مثل ما يقول المؤذن. فلو كان يشتغل بقراءة القرآن فأذن المؤذن، أو يشتغل بقراءة العلم أو بالتعليم فأذن المؤذن، فهل الأفضل أن يستمر في قراءة القرآن وفي التعليم وفي طلب العلم، أو أن الأفضل أن يتوقف ويردد مع المؤذن؟ الأفضل هنا أن يردد مع المؤذن. والأفضلية هنا أفضلية مطلقة أو أفضلية مقيدة بهذه الحال؟ أفضلية مقيدة بهذه الحال. والقاعدة والزكاة أيضا، الزكاة الأفضل فيها أن يأتي الإنسان بها إذا وجد سببها وشرطها. فإذا انعقد النصاب وحال الحول فالأفضل للإنسان أن يأتي بالزكاة في هذا الوقت. لكن أحياناً قد يحصل حاجات قبل حولان الحول، فيكون الأفضل هنا تقديم الزكاة.
والتفضيل هنا تفضيل مطلق أو تفضيل عارض؟ التفضيل هنا تفضيل عارض، وهكذا في أمثلة كثيرة. وهذا راجع إلى النوع الثالث من أنواع الإحسان التي تقدمت معنا، وهو ماذا؟ أن يكون العمل وظيفة الوقت، أن يكون العمل وظيفة الوقت. والقاعدة في التفضيل أن كل ما كان لله أطوع وللعباد أنفع فهو أفضل، كلما كان لله أطوع ولعباده أفضل فإنه ولعباده أنفع فإنه أفضل. السبب الأخير، نعم. قال رحمه الله: ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال، وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب، وغيرها من الأعمال تبع لها، فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم. نعم، هذا هو السبب الأخير من الأسباب التي ذكرها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وهو الاتصاف في جميع الأوقات بثلاثة أوصاف: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني محبة الخير للمسلمين، والثالث اللهج بذكر الله، أي كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالأمر الأول عبادة قلبية، والأمر الثاني عبادة راجعة للجوارح، والأمر الثالث عبادة قولية. يقول: فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا أي ما تقدم لحق اليقين. وهؤلاء الثلاث، هؤلاء الأصناف الثلاثة، يقابلهم في الدنيا أصناف ثلاثة، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذه الأسباب التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهذه الرسالة كما تقدم معنا في المجلس الأول رسالة عظيمة جدا، ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يقرأها، لأنها من أعظم ما يبعث الإنسان على أن يأتي بالعمل على وجه فاضل محبوب عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لأفضل الأعمال، إنه سميع مجيب. وهذه الرسالة التي كتبها الشيخ السعدي رحمه الله نظمها أحد العلماء المعاصرين في زماننا، ونقرأ هذه المنظومة ونختم بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم وفقه الله: الحمد لله، وصلى الباري على النبي وآله الأخيار. وبعد ذا نظم حوى بسعدي جواب سؤل جاء لابن سعدي عن سبب وعمل يضاعف بها الثواب إن لذنب خالفوا، زيادة عما أتى النص به في قوله: من جاء فلتنتبه. أسبابها بعامل تعلقت أو عمل أو بزمانه أتت أو بالمكان أو بآثار العمل، وذا مراد السائل الذي سأل. فمن أهمها وكل تابعه
تحقيقه الإخلاص والمتابعة، بأن يكون قصد كل عامل رضا الإله مع ثواب كامل في عمل أتى به كما ثبت عن الرسول لا ببدعة جنت. وصحة العقيدة التي بها ننجو من النار ومن لهيبها مع قوة الإيمان والإرادة ورغبة في الخير والريادة، لأن من تقعود أعمال بهم قامت لهم عقيدة صحت بهم. كذا عموم النفع في الأعمال في خدمة الدين بلا اختلال، كمثل من ببدن يجاهد أو ماله أو علمه يساند في دفع شر نازل عن الورى، والعمل الخيري خير ما جرى. ومنه ما به الجميع اشتركا، فأجر فعل متعد أدركا لكونه بالابتداء فضلا، وكل من شاركه فيه علا، أو كان للأعمال وقع عظما ونفعها الكبير في الناس سما، كمثل من أنجى من المهالك أو ذللت به عن المسالك. وقصة البغي في كلب نجت شاهدة، وغاية الفعل سقت، وحسن إسلام وحسن المنهج مع تركه الذنوب خيرا يرتجي. ففي الحديث صح ذا الكلام، إن حسن الإيمان والإسلام فكل ما يعمله من حسنه مضاعف جدا فذا ما أحسنه. ورفعة العامل عند الله وقربه منه بخلف الله، كقوله عز وجل نؤتها من الأجور مرتين إذ لها، من القنوت والصلاح في العمل مضاعف الأجر بدون ما خلل، وصادقات كسبنا الحلال. وفي نصوص الرب ذي الجلال دليله كقوله تعالى من ذا الذي يقرض، أو ما قال رسولنا. وفيه من تصدق بعدل تمرة مزيدا حققا، وشرف الزمان والمكان منها كشهر الصوم والقرآن. وللمكان مثل مسجد النبي والمسجد الحرام والقدس الأبي. وفي نصوص شرعنا قد ثبتا كقوله ولا الجهاد يا فتى، والعمل الصالح مع معارضة في النفس أو في خارج قد ناقضه، كخوف فقر أو عدو واكسل، أو كان من سخرية ممن خذل. وكلما اشتدت عليك ضاعفا من الأجر، وكل ما اشتدت عليك ضاعفا في الأجر، والمحروم من ذا خالفا. كذلك الإحسان والمراقبة، ومع حضور القلب والمغالبة، لقول صحب في صلاة ليس لك إلا الذي عقلت منها فاسع لك. فمن أتم صورة العبادة أتم أجره مع الزيادة، وكان من أسبابها حصول ما فيه صلاح قلبه من العمى، لقوله عز وجل زادهم هدى على ما كان منه عندهم. ومن لطيف هذه المضاعفة أن كان في الإسرار للمكاشفة، للعمل الصالح عند المصلحة أجر مضاعف إذا ما صححه، إلا إذا إعلانه أولى فلا للاقتداء في صلاح عملا. ورأس أمرنا هنا الإخلاص، به نجاة العبد والخلاص، والحمد لله على التمام، مصليا على النبي الإمام. بارك الله فيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.